راسي وادي هاني اهو، هو كلمة السر عند حسن. هل هيشوط عماد؟ ويشوط عماد، اوه هدف جميل جميل، عماد متعب. شوفوا حضراتكم اللعيب فايق، اللعيب بيفكر في استراحة. لعماد متعب وتصويبه قويه جدا، زاحفه وصعبه، وواحد منتخب مصر لا شيء ملاوي في كوره جميله من عماد متعب، يعني فيها نوع من القوه، فيها نوع من وداخل بدل ما دماغه برجله، وهدف عماد متعب. احنا بنكسبهم بالذكاء وبالمهاره، كوره طايشه. تكون ابدا قلبك فرحات، ادي كره ميته خالص اهو. بص حضراتكم شوف الذكاء بقى وفوق، وشوف بقى مش عايز اقول على حارس مرمى ايه، في هنا ذكاء وفي هنا بقى يعني حاجه تانية غير الذكاء من حارس المرمى بتاعهم اهو، انما ملعوبه حلوه قوي قوي، ضربه راس جميله. هل النهارده عماد متعب يبقى هاتريك ولا ايه بالظبط؟